بسم الله الرحمن الرحيم. انا المقابله تاع اليوم راكو شفتوا اليوم مقابله، حنا ما يخفالكش باللي زعما نقولوا رانا في بيريود صعيبه، الله غالب زعما حنا عندنا غيابات اللي زعما نقولوا اثرت علينا، وحنا منحنا الفرصه لهاد لي جان. راكو شفتوا بعينيكم اليوم لي جان، الله يعطيهم الصحه، مشكورين من هذا المنبر. انا نظن ادوا المقابله في القمه، زعما حط مدوا كاع اللي عندهم، وراكم شفتوا المقابله، هي منعرج تاع ضربه الجزاء اللي شويه اثر علينا، زعما ضربه الجزاء سيرتو كي دخلنا الشوط الثاني، جوست من الشوط الثاني اللي زعما نقولوا ضربه الجزاء كانت اللي اثرت علينا، وما نجمناش نحافظوا على السكور. راك شايف ما يخفالكش باللي عندنا دي جوار دي جون ما عندهمش الخبره في هاد لو مومون، زعما نقولوا مومون اللي تكون في السكور رابح وشغل ما تبرتيرباو شويه. وانا نظن ادوا مقابله في القمه، مشكورين. واش غادي نقول لك، كره القدم هذه هي، خطره تربح، خطره تفوز، خطره تخسر، خطره دير تعادل. الحمد لله مازال قدامنا ان شاء الله مقابلات اخرى، نجمو نديرو نصحو الاخطاء اللي درناهم اليوم، باش ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله باش نكونوا في المستوى ونفرحوا الجمهور تاعنا ان شاء الله. انا نظن التحكيم، انا ماشي زعما راني نبرر بالتحكيم، بالك غلط، بالك راكو شتو اليوم مقابله، تانيك بيلانتي شويه قاسي، وحنا تاني كان عندنا ضربه جزاء، بالك شافها بالك ما شافهاش، هذاك هو يقعد مع الضمير تاعه وبنادم يخطا. انا نظن بالك شافها بالك ما شافهاش، يقعد مع الضمير تاعه. والمقابله راك شتوها، حنا مدينا كاع اللي عندنا باش اومون نوليو بتعادل، ربي ما كتبش، وهذه هي كره القدم. الحمد لله على كل حال، سي فري العقده تحلت، لكن المباراه ما كانتش سهله، المباراه ما كانتش سهله. اليوم على كل حال نشكر اللاعبين على الاداء اللي شفناه، ولو ان درنا دو ميتون ديفيرون بارابور كي سوا البريمير ميتون ولا دوزيام ميتون. البريمير ميتون وين شفنا بلي الفريق تاعنا كان يخصو ريتم في المباراه، وكان نوعا ما ما مشيناش للامام وما بدلناش، يافي با موفمون سورتو بيريمتر الاخراني وين ما كانش لي موفمون، اي سي بور سا اون ا تروفي دي ديفيكولتي مالغري تو سا كو شفنا ليكيب بلي اون ا كري دي زوكازيون، وكنا قادرين نسجلوا الهدف الاول سورتو. ما يخفالكمش بلي اليوم فريق البيض جا تركز للوراء، من صعب باش تلقى الحلول، خاصة لعب خمسة في الدفاع بربعة في وسط الميدان، لقينا صعوبات كثيرة، لكن نقول اليوم كانت لقطة واحدة وين لقطة واحدة سجلوا لنا الهدف. أنا نظن باللي ما كانش الهدف هذا ما كانش بارابور للونطام تاع الماتش مع عكس مجريات المباراة، لكن نقول اون دوزيام ميتون شفنا مع النصائح تاع المدرب اللي شفنا اللاعبين اون دوزيام ميتون طبقوا كامل النصائح، وين شفنا درنا تري بون دوزيام ميتون وين خلقنا فرص كثيرة، ولقينا اون تروفي لو ديزيكيليبر تاع الفريق الخصم. كذلك كاين نقطة ثانية اللي لازم نشيروا لها، كذلك اللمسة الأخيرة تخصنا ثاني اليوم شفناها اليوم، لكن على العموم نقولوا برافو اللاعبين، إيزون كرو جوسكا لا ديرنيير مينوت، أون بوسي مشينا اليوم. الشيء الإيجابي أن خلقنا فرص من جهة تما، اخترقنا الدفاع تاع الخصم من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى، وين أنا تيليزي لي دو كلوار ونا كريي بوكو دوكازيون. الحمد لله لي جوار إيزون كرو جوسكا لا ديرنيير مينوت، سجلنا الهدف في الدقائق الاخيره، وهذا شيء ايجابي بالنسبه لنا. الفريق هذا راه نظن باللي راح يكسب شخصيه وراح تكون مفيده جدا بالنسبه للاعبين. في المباراه تاع الكاس سجلنا في الدقائق الاخيره، اليوم زدنا سجلنا في الدقائق الاخيره، امام بن عكنون سجلنا في الدقائق الاخيره. نظن اليوم فريق ننجموا نديروا اكثر من هذا، ان شاء الله. الحمد لله على كل حال،
اليوم اللاعبين تحروا نوعا ما من الفوز، لانه دخلت امامون دوني دخل الدوت شويه نوعا ما، خاصه فوق ارضيه ميدان تاعنا. اليوم ان شاء الله تكون هذه اخر مره وين نزيدوا نتعطروا ان شاء الله الفريق. نعم، ما تعطرناش الحمد لله. شيخ، يعني ما تشوفوش يعني بلي راكم اتخذتوا يعني جازف تونس وكسبتوا الرهان في تغيير اخراج يعني طمين اللي كان يعني يضغط نوعا ما على محور الدفاع وانزج بن صابح؟ الحمد لله، نقول احنا اليوم عندنا 24 لاعب. اليوم طمين اللاعب واش نجم يلعب، دار المردود تاعو، مد واش كان قادر يمد. كذلك شيء ايجابي انه اللاعبين اللي دخلوا ثاني مدوا اضافه كبيره. هذا هو، هذه هي مجموعه وهذه روح المجموعه، وهذا ليطا ديسبري اللي لازم يكون في فريق اللي يدخل ولا اللي يكون بديل ويعاود يدخل اللي يمد الاضافه اللي اصحابه ولا الفريق يحتاج اليه. انا نظن باللي هذا شيء نقطه ايجابيه اللي راح تخلي الفريق في المستقبل يكبر ويكبر اكثر. الشيخ، يعني حتى الغيابات بسبب الاصابات، اصابه في اخر لحظه، اصابه بن شاع، اصابه بوكر امس، يعني اثرت نوعا ما على التركيب البشري. والله هذا النقطة اللي قلقت شوية نوعا ما المدرب، وما كانوش اليوم كي نهضروا شوية ما كانوش حلول كثيرة، لكن على فان لقى الوصفة ولقى الحل، وهذا هذه نقطة لازم نشيروا إليها. أنا نقول اليوم بصفة عامة اليوم اللاعبين إن شاء الله يكملوا في هذه الديناميكية اللي رانا نشوفوا طبقوا في كرة جميلة. هذه حقيقة تقال فريق سياسي، وشاك فوا وين المستوى يترفع ان شاء الله اللاعبين يزيدوا يخدموا، لانه هذه الاشياء اللي رانا نشوفوها اليوم كامل تجيب العمل، ما راهش تجي وحدها. نتمنى ان شاء الله انه اللاعبين يكملوا في الطريقه اللي راهو فيها، يكملوا خاصه في التدريبات اللي هي مهمه ومهمه جدا. مازال جا شوط ثاني ان شاء الله، دوك المباراه اللي تروح ما تزيدش تولي. صح، انا نظن باللي كامل المباريات اللي قادوا مباريات كاس ان شاء الله، نتمنوا انه خاصه الجمهور اللي نقولوا له باللي لازم يوقف فوق وراء الفريق هذا ويدعمه، لانه فريق كاين فريق، والدعم تاعكم لازم يكون باش تعطيو لهم قوه وشحنه باش لاسوي تاع الشامبيون اللي قاعد ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله. والله الحاجه الاولى اليوم الحمد لله عز وجل على النتيجه اللي حققناها، تضافر جهود الجميع من لاعبين ولا طاقم فني ولا طاقم طبي طاقم اداري، الناس كانت واقفه سيرتو سمانه هذه. ما يخفاش عليك بلي رانا في دو ماتش لعبوهم في استادنا، ما وفقناش ربي، ما فرحناش لي سيبورتير تاعنا. اليوم الحمد لله اليوم حققنا الاهم كما يقولوا. تمكنت من تسجيل هدف الفوز، اول هدف لك مع النادي الرياضي القصداني، كيف كان الاحساس؟ والله شعور تكون فرحه، تكون باسكو الهدف الاول اللي راني سجلته هنايا ما يخفاش عليك بلي راني مازال ما شاركتش بزاف، تقريبا راهي مشاركه بالك الرابعه ولا الخامسه ندخل احتياطي. الحمد لله الطاقم الفني دار فيا ثقه، دخلني في وقت حساس، وفقني ربي بفضل الزملاء تاعي حققت هدف الانتصار. بون الحمد لله يا ربي، مقابله اليوم ما كانتش سهله كونتر فريق ديجا لعبنا بلوك الدور. الريزلت هذه ما يخفالكش بلي دو ماتش اللي فاتوا ما قدرناش نحققوا الفوز هنا في استادنا. الحمد لله يا ربي اليوم وفقنا ربي بفضل اللاعبين الطاقم الفني، مام الانصار اللي وقفوا معنا حتى الدقيقه الاخيره وين جا الهدف الثاني. الحمد لله يا ربي ان شاء الله نكملوا في الديناميكيه هذه، والقادم افضل ان شاء الله. اليوم اصبحت يعني التحقت بيوسف الدالي في صداره الهدافين، 10 اهداف، ماذا يعني لك ذلك؟ الحمد لله يا ربي، ماذا بيا كل مقابله نماركي ونفرح الانصار تاعنا. ان شاء الله نكمل في نفس المستوى ان شاء الله، ونزيد نحسن المستوى تاعي باش لي ماتش الجايين ان شاء الله نفرح الانصار ان شاء الله. ثالث انتصار على التوالي، يمكن تقول بانه الفريق بدا يستعيد الثقه؟ والله الحمد لله كما شفت لي ماتش اللي فاتوا دخلنا في مرحله فارغ. الحمد لله يا ربي اللاعبين والمدرب والستاف تكنيك عرفنا كيف نخرجوا من مرحله الفراغ هذه، وين حققنا دو ريزيتا ليكستيريور وحققنا اليوم الانتصار الثالث. ان شاء الله يا ربي نكملوا في نفس الديناميكيه هذه اللي راح تخلينا ان شاء الله نخدموا في اريحيه القادم المباريات ان شاء الله. ان شاء الله.